مساء الصحة والعافية عليكم متابعينا، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج عيادة الأيام. راح أكون وياكم بالإعداد والتقديم أنا الدكتورة نور محمد علي طبيب اختصاص. يأتيكم هذا البرنامج أسبوعيا كل يوم اثنين الساعة 8 مساء. طبعا نستضيف ببرنامجنا أطباء اختصاصيين في مختلف الاختصاصات الطبية، وأيضا مسؤولين من وزارة الصحة حتى تتعرفون على أهم أقسام ومنجزات وزارة الصحة. طبعا تقدرون تتصلون بنا على أرقامنا الموجودة أسفل الشاشة، وخلونا نشوف هذا الفاصل وراجع وياكم. أهلا بكم متابعينا مرة ثانية. معنا اليوم بالاستوديو الدكتور رياض عبد الأمير الحلفي مدير عام دائرة الصحة العامة، فأهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بك دكتور. بداية نحب نتعرف على نجاح خطة الزيارة الأربعينية لهذا العام. طبعا جهود كبيرة بذلت من وزارة الصحة إضافة إلى الجهات الساندة، نحب نتعرف من حضرتك على نجاح هذه الخطة لهذا العام. طبعا. شكرا جزيلا. الحقيقة الزيارة الأربعينية زيارة، احنا كان عندنا مصطلح نسميه ماس جاذرينج، يعني طب الحشود. طب الحشود او الان احنا بعد باللغه الانجليزيه الماس بعد ما تكفي. الماس فوق ال 25 الف نعتبر ماس. حقيقه وصلناها الى ميجا جاذرينج من الازدحام وكثره الزوار، وصل الى اكثر من 22 مليون. فمثل هكذا ازدحام وهكذا تجمع جماهيري لا مثيل له في يعني الحقيقة العالم يحتاج لجهود كبيرة. ومن خلال السنوات الماضية وتراكم الخبرات، الحقيقة كانت خطة الدعم الطبي والصحي للزيارة خطة رصينة طبعا بكل تشكيلات الوزارة، بالأخص طبعا دائرة الصحة كربلاء ودائرة العمليات ودوائر مركز الوزارة ودوائر الصحة بالمحافظات، لأنه الزيارة الأربعينية تختلف عن غيرها من الزيارات، تبدأ وقت أطول ومساحة أكبر. يعني المشاة يبدأون تقريبا من قبل 1 صفر، إحنا بدأوا بالبصرة من منطقة الفاو صعودا الى كربلاء. فالحدث هذا التجمع الجماهيري مساحته اكبر ووقته اطول، اكثر من تقريبا 20 يوم، فيحتاج جهود كبيره بالفعل. يعني التنسيق الكبير بين، طبعا احنا ما ننكر جهود الوزارات والقطاعات الاخرى لكن نتكلم عن وزاره الصحه، التنسيق الكبير بين دوائر الصحه في مركز الوزارة ودوائر الصحة بالمحافظات والتعاون المشترك هو الذي نتج وأدى إلى هذه النتيجة المرضية حقيقة للدعم الصحي والطبي لزوار أبي عبد الله الحسين. طبعا هي الخطة تتكون من محاور، المحور الأول هو المحور العلاجي، أنه أنت تعالج الزوار في كل مكان على الطريق، ولذلك استدعى هذا الأمر ليز المساحة الكبيرة أنه نشر فرق ومفارز طبية على طول الزوار، مسيرة الزوار إلى وصول الكربلاء، وطبعا داخل كربلاء يعني آلاف الفرق الصحية، نشر سيارات إسعاف، أكثر من 1500 سيارة نشرت على طول الطريق و داخل كربلاء. أيضا كربلاء أيضا عندهم فد خطة رصينة من توزيع المفارز والمراكز الصحية، وإضافة إلى أنه هناك المحور الثاني وهو المحور الوقائي الذي يتمثل في الأمراض الانتقالية والسيطرة عليها والتحري عن الأمراض الانتقالية، يتمثل في الرقابة الصحية ومتابعة الأطعمة والسوائل التي تعطى تقدم للزوار، أيضا التوعية الصحية، وكثير من المطبوعات طبعت وكثير من المحاضرات أعطيت للزوار وأصحاب المواكب. هذه كلها الجهود الحقيقة تكللت بنجاح، يعني نستطيع أن نقول نجاح كبير للدعم الصحي، خطة الدعم الصحي والطبي. طبعا نتج عنها حجم عمل كبير، استقبلت مفارسنا يعني حسب الإحصائية هسه إذا كل المحافظات بما فيهم كربلاء، يعني كربلاء واحد 11 مليون مراجع خلال فترة الزيارة، إذا ضيفين لها مراجعين التي راجعوا المحافظات أيضا والمفارس الطبية على طول الطريق، وصل إلى أكثر من 18 مليون مراجعة تم استقبالها من قبل المفارز والمراكز والمستشفيات، وهي طبعا كلها 18 مليون مراجع خلال 20 يوم، وتم إجراء
اللازم لهم من تقديم الفحوصات، التحاليل المختبرية وصلت إلى أكثر من 650 ألف تحليل أشعة بالآلاف، لا يحضرني الأرقام. المفراس والرنين أكثر من 8000 فحص رنين إلى أكثر من 12000 يمكن مفراس، يعني خدمات صحية ربما تقدم في عام كامل في بلد قدمت في 20 يوم لزوار أبي عبد الله الحسين. أبرز الخدمات الطبية اللي قدمت خلال هاي الفترة دكتور، الخدمات الطبية يعني ماذا كان يقدم؟ عمليات جراحية، وصلت آلاف من العمليات الجراحية حقيقة تم إجراءها. احنا خلال زيارتنا مع معالي السيد الوزير للإشراف على خطة الدعم الصحي لمحافظة كربلاء شاهدنا يعني حالات حقيقة خطرة جدا تصل للمفارز، وخاصة المفرزة القريبة من الحرم، حالات قلب، ولديهم كل الإمكانيات للتعامل معها وقسم نقلها تشخيصها، وهو الأمر المهم. يعني أنت في هذا الازدحام ومفرزة خارج المستشفيات في مكان يعني مفرزة حديث، وإذا عندهم ECG وكل المستلزمات انعاش القلبي ويشخصون الجلطة القلبية بسرعة وينقلونها إلى المستشفى، يعني عمل جبار حقيقة قامت به الفرقنا الصحية والأطباء. فالحمد لله يعني نقدم لهم كل الشكر والتقدير لكل الكوادر الطبية والصحية التي ساهمت الحقيقة في تقديم هذه الخدمات. وإحنا أيضا معالي الوزير وجه يعني أن تكون هناك تقرير كامل لكل الخدمات، وأيضا ما أيضا تراجع تدرس هذه الظاهرة المليونية من ناحية كيفية دعمها بالإسناد الطبي للسنوات المقبلة، وكيف نستفيد من هذه التجربة، لأن نتوقع يعني زيادة 10% عن كل عام. نتوقع هكذا، يعني نتوقع السنة القادمة أكثر من 23 مليون، فيجب أيضا إحنا نزيد خطتنا الطبية والصحية بهذا المقدار ونستعد لها استعداد أفضل إن شاء الله. جهود مباركة من حضراتكم وكافة اللي شاركوا خلال هذه الزيارة الأربعينية. محور آخر مهم وهو محور الصحة العامة. نعم. ما هو مفهوم الصحة العامة وما هي دائرة الصحة العامة وأقسامها؟ نعم. حابين نتعرف عليها. الحقيقة الصحة العامة، خلينا نعرف التعريف الذي يعطي صورة عن أهدافها. نعم. كمفهوم الصحة العامة تعرف حسب يعني التعريف المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية، يقول هو العلم والفن الذي يمنع المرض ويطيل العمر ويعزز الصحة للناس عبر نشاطات مختلفة ومجتمعية، مجتمعين يشارك المجتمع. فإذا الصحة العامة هدفها منع الأمراض، الوقاية من الأمراض، إطالة عمر الإنسان وتعزيز الصحة. أنت ممكن يطيل عمره لكن الصحة غير الكواليتي، يعني ما لايف يسمونها كواليتي لايف، يعني نوعية الحياة. فالصحة العامة هذه أهدافها، لكن كيفية تحقيق هذه الأهداف بها بالتعريف أنه نشرك المجتمع من خلال social efforts، جهود مجتمعية. هذه أيضا تختلف عن secondary care. يعني بالمستشفى ما له علاقة بالمجتمع. يعني دائما احنا نقول الطبيب داخل المستشفى إلى علاقة بعلاج المريض طالما هو داخل سياج المستشفى. خارج سياج المستشفى ما له علاقة الطبيب. وما مسؤول مهما يحدث لهذا المراجع خارج سياج المستشفى، الطبيب ما مسؤول. الصحة العامة لا، الصحة العامة مسؤولة عن المجتمع. فدائما إذا الطبيب السريري هو يعالج مريض، فطبيب المجتمع يعالج المجتمع. ولذلك احنا من ناخذ أي حالة مرضية من ندرسها بالمجتمع وشني أسبابها. وأنطي مثل بسيط جدا عن معنى الصحة العامة وأهمية الصحة العامة. في 2009 أنا كنت مدير عام الصحة البصرة، مثل ما صار هسه عندنا صارت عندنا خلينا نسميها بالاوتو بريك بالعربي، فد وباء في منطقه معينه، مكان معين، كوليرا. نعم. طبعا من درسنا احنا الابيديميولوجي، من ندرس الحالات وتركيز لقيناها في قضاء ابو الخصيب. نعم. فلماذا مثلا سجلين حاله بالمدينه، حاله مثلا بالهارثه، حاله، واذا مثلا 10 حالات في 15 حاله في ابو الخصيب، صار الجهد
فرق طلعت تبحث عن السبب، تحري عن سبب هذا الوباء، تحري في أبو الخصيب. بعدين وجدنا من خلال التحري هناك مال تحلية، محطة تحلية مال مي ملوثة، وتم غلق المحطة. مجرد ما غلقنا المحطة انتهت الإصابات، بدت الكيرف ينزل وانتهت الموجة الوبائية. هاي معنى الصحة العامة. الصحة العامة عالجنا مشكلة بالمجتمع. الطبيب يعالج في المستشفى، يعلق مغذي للمصاب. نعم. فلذلك الاهتمام بالصحة العامة راح يقلل العبء على المستشفى ويوفر الأموال التي تصرف على أمراض بالإمكان الوقاية منها إلى أمراض قد يكون من الصعب. يعني اليوم مثلا احنا عندنا مرض السكري، مرض السكري من الصعب اليوم احنا اكو يعني توجد الى وقاية من يعني طرق وقاية، لكن طرق وقاية صعبة انه تغير الستايل لايف مال الانسان حتى يقلل ظهور مرض السكري ويقلل ظهور مثلا مرض الضغط. هذه الامراض الان تعصف بالعالم شائعة. لماذا؟ لأنها صعب الوقاية منها، لأنها تغيير لنمطية الحياة للإنسان، ولذلك صعب متعددة العوامل دكتور، ومثل الأمراض الانتقالية الذي لقاح يمنع المرض الإصابة بمرض تنتهي المشكلة. يعني هسه لو يوجد لقاح للسكر تنتهي المشكلة. بس هذا السكر لا، الوقاية منها تحتاج تغيير نمطية الحياة والثقافة للإنسان. لذلك فهذه الأمراض تأخذ جهد من عندنا وأموال. وعندنا أمراض انتقالية بالإمكان السيطرة عليها بأساليب بسيطة ما تحتاج جهد كبير. ولذلك دائما هناك دراسات تقدر المبلغ الذي يصرف على الوقاية، إذا دولار فهو راح يوفر لك 10 دولار، قسم يصل إلى 40 دولار على العلاج. يعني يقلل من الانسيدنس ريت، طبعا من يقلل من نسبة الحدوث وعدد المراجعين على المستشفيات راح يقلل لك الصرف أكيد. ويزيد عمر الإنسان. نعم. فهاي الصحة العامة، هذا مفهوم الصحة العامة. لكن للأسف تدرين يعني احنا الكلتشر والثقافة الموجودة بالمجتمع، طبعا مو بس مجتمعنا، نعم، في كل العالم. يعني كورونا أثبتت، جائحة كورونا أثبتت كل العالم، كل الدول بالعالم لم تعي بعد أهمية الصحة العامة وكيف يتم دعم هذا المفهوم والنظام الصحي، كيف انه يكون تعزيزه بالاستناد على الصحة العامة. ناخذ فاصل ونرجع نكمل كلامنا ان شاء الله. متابعينا الكرام خلونا نشوف هذا الفاصل وراجعين وياكم ثانية مع الدكتور رياض عبد الامير الحلفي مدير عام دائرة الصحة العامة. دكتور نكمل كلامنا حول دائرة الصحة العامة، ما هي هذه الدائرة؟ لها دور كبير طبعا في وزارة الصحة، وما هي أقسامها وما هي الخدمات للقدم؟ دائرة الصحة العامة طبعا واحدة من دوائر بقانون الصحة العامة، بقانون وزارة الصحة موجودة كدائرة. طبعا التسمية كانت الوقاية الصحية، هسه اسمها دائرة الصحة العامة، بها عدة أقسام، وأهم أقسامها هي قسم التحصين الذي مسؤول عن توفير اللقاحات. توفير اللقاحات طبعا توفير اللقاحات من كيمياء، بس التحصين يحط خطة اللقاحات، احتياج اللقاحات، نشر اللقاح للمحافظات، ومتابعة اللقاحات الروتينية. هذا قسم التحصين. قسم طبعا الصحة الإنجابية والصحة المدرسية الذي يعنى بصحة الأم والطفل. والصحة المدرسية بها عدة أيضا شعب لمتابعة صحة التلاميذ بالمدارس وملاحقة أيضا تلقيحاتهم والأمراض التي يعانون منها وكيفية اكتشافها. هذا قسم أيضا قسم المراكز الذي هو يهتم بتوزيع المراكز الصحية وطب الأسرة نفسه. الذي طحنا احنا طبعا منهجنا في الصحة العامة وحتى النظام الصحي بالعراق الآن متوجهين إلى تطوير نظام طب الأسرة، لأن أيضا هذا يقلل العبء على المستشفيات. وأيضا يكتشف الأمراض بصورة مبكرة في المراكز الصحية. الأقسام أيضا قسم الأمراض الانتقالية، طبعا هو هذا المسؤول عن السيطرة على كل الأمراض الانتقالية والتحري وطرق السيطرة عليها. قسم الأمراض غير الانتقالية وهذا مهم جدا طبعا أيضا، الذي يعني بالأمراض المزمنة. ولدينا أيضا برامج، طبعا هذه الأقسام فيها برامج. احنا يمكن أكثر من وصلت 40 برنامج، كل برنامج إلى مسؤول.
فأمراض غير انتقالية أيضا هذا قسم الأقسام المهمة، وبي يعني الضغط والسكر، الصحة العينية، الصحة العينية، صحة الكبار، والسمع، اكتشاف الأمراض المزمنة، الضغط والسكر، وأيضا دخلنا الآن اكتشاف أمراض الكلى. أيضا بدينا بأربع مراكز في بغداد الآن كتجربة، بعدين إن شاء الله نعممها إن شاء الله. وحقيقة هذا البرنامج مال الكشف المبكر عن أمراض مزمنة مهم جدا، لأنه نكتشف كثير من الحالات هم ما يعرفون أنه عندهم سكر ولا يعرفون عندهم، يعني عندنا الآن تقريبا بين 10 إلى 15% من الحالات اللي نفحصهم الذين ما عندهم شيء يجون للمركز الصحي بدون أعراض، بدون يعني هو جاي مثلا على سبيل المثال التهاب اللوزتين أو التهاب الصدر، أي واحد فوق 35 و40 نشيك ضغطه، فمن توتال نكتشف 15% تقريبا 14% عندهم ضغط هو ما يدري. تدرين هاي عملية كبيرة. انه وجود ضغط وسكر عند الانسان هو ما يعلم به، معناته بعد مدة راح تظهر مضاعفات. وهي مهم جدا انه انت تكتشف المرض مبكرا وتبدأ بالعلاج قبل لا تصل الى المضاعفات، ومضاعفات السكر و الضغط على القلب وعلى العين وعلى الكلى وما وغيرها من الأمراض التي قد تؤدي إلى فشل تلك الأعضاء. نعم. فهذا أيضا قسم الأمراض غير الانتقالية. عندنا من الأقسام هم قسم تعزيز الصحة. هذا أيضا زيادة الوعي الصحي. قسم عندنا معهد التدرن أيضا يتابع التدرن، حالات التدرن واكتشاف التدرن وتوفير العلاج. عندنا مركز ايضا الامراض الايدز، معهد التغذيه. نعم. ايضا هذا على تغذيه الاطفال وتغذيه الشرائح الهشه نسميها الكبار. نعم. المختبر الصحه المركزي مركزي. طبعا هذا مختبر مرجعي لكل العراق. نعم. وله دور كبير في فحص الأمراض الانتقالية وأي شك يصير بالأمراض بالمحافظات وفحص المواد الغذائية تأتي إلى مختبر الصحة المركزي للتأكيد. نعم. وطبعا هو مختبر حاز على عدة شهادات من منظمة الصحة العالمية، يعني بين فترة وفترة يأخذون يعطون يسوون تيست للكواليتي مات المختبر، يجيبون سامبلات من الـ WHO يعني نماذج من منظمة الصحة العالمية يقوم ب فحصها داخل هذا المختبر. وعادة الحمد لله احنا ناخذ درجة عالية وعندنا شهادات من منظمة الصحة على كفاءة المختبر، وحصلنا ايضا الان اعتمادية لبعض اجزاء المختبر وصولا مثل مختبر الغربلة والان انفلونزا ايضا حصلنا الاعتمادية ومختبر اعتقد الشلل. نعم. فوصولا الى انه ناخذ كل اعتمادية لكل اقسام ان شاء الله المختبر. كل التوفيق إن شاء الله دكتور. وكثير من الشعب أيضا السيطرة على المضادات الحيوية، لأن نعم. جاي يصير عندنا مشكلة مقاومة الدوائية أيضا هذه شعبة عنا. قسم الوبائية وهذا القسم طبعا جديد استحدث قبل سنتين تقريبا، هذا يشرف على النشاطات الوبائية، قسم الوبائي هو التحري الوبائي مبائي. والحمد لله فيه دورات احنا. نعم. والدورات صارت على شكل يعني دراسات سنتين دبلوم، وعندنا سند. نعم. وعندنا 3 أشهر. نعم. وخرجنا عدة دورات. نعم. انتشروا الآن في كل محافظات العراق. نعم. ونعتبرهم يعني فد جيش من الوبائيين الذين بالإمكان نحركهم على كل حالة وبائية تصير، يروحون يسوون دراسة ويكتشفون شنو الأسباب. نعم. وهناك ايضا عندنا الرقابه الصحيه. الرقابه الصحيه هو 12 قسم تقريبا. نعم. صاروا الرقابه الصحيه طبعا ايضا من الاقسام المهمه التي تقابلها الشعب في المحافظات اللي. نعم. تقوم بمراقبه الاغذيه والمطاعم وتبطل طبعا الاجازات الى هذه المحلات. نعم. دكتور طبعا جهود كبيرة لدائرتكم وعدة أقسام وكلها مهمة وتعطي يعني مهم على المجتمع. خلينا الآن نتكلم عن واقع الحمى النسفية في العراق خصوصا وهو من الأمراض الانتقالية اللي ضمن أقسام. نعم. دائرتكم. للأسف الشديد الحمى النسفية سجلت أول حالة في عام 1979. نعم. في بغداد في مستشفى اليرموك تحديدا. نعم. من ذلك اليوم إلى حد
2021 نعم. احنا نسجل بمعدل 7-8-10 كل سنة سنويا السنة. نعم السنة. في عام 2021 سجلنا 19 نعم. يمكن في عام 1996 مسجلين 48 حالة، لكن في عام 22 قفز إلى 400 تقريبا نعم. و70 أو 80 حالة، وهذه طبعا تعتبر يعني وباء، لأنه من هذا المعدل ارتفع إلى هذا المعدل احنا دخلنا في وباء، في وباء نعم. لأنه دائما هو تعريف الوباء هو تسجيل حالات أعلى من المعدل، من المعدل. نعم. طبعا هذا أسبابه، تدرين هي السيطرة على الحمى تبدأ من قطاعات أخرى غير الصحة. نعم. كانت هناك نشاطات للبيطرة الحدان موجودة، لكن تلكأت في سنوات كوفيد. نعم. ربما هذه أحد الأسباب الذي فاقم هذا الوباء. كانوا يقوموا بعملية الرش للمبيدات لقتل الحشرة، لأنه حمى النسفية هو مرض فيروسي. نعم. ينقل من الحيوان إلى الإنسان عن طريق حشرة القراد. نعم. طبعا ممكن ينتقل بأي طريقة، إذا وصل دم الحيوان المصاب إلى دم الإنسان. ممكن عن طريق تقطيع اللحم وجرح، خاصة هاي عند القصابين وربات البيوت. لكن النقل أو انتقال الكبير أو العدد الحالات التي سجلت سببها الرئيسي هو حشرة القراد، الذي هو خازن يعتبر وناقل بنفس الوقت. كانت هناك جولتين تصير بالسنة عند وزارة الزراعة للبيطرة. نعم. في رش المبيدات على الحيوانات، أكو رش وأكو تقطيس الحيوانات. نعم. زين، لذلك هذه بالربيع وبالخريف هذه النشاطات تلكأت في عام 2020 و21 وحتى 22 إلى حد ما، بسبب أيضا الموازنة وتعطيلها بسبب. نعم. طبعا الاخوان في وزاره الزراعه يذكرون اسباب كثيره، ايضا قله كوادرهم، اكو اسباب ربما تتعلق بهذه الحشره وكيفيه القضاء عليها، ادت الى تفاقم للاسف كثافه هذه الحشره، وبالتالي ظهرت هذه الحالات في 2023. للأسف احنا لحد الآن مسجلين أكثر من 500 حالة. نعم. وهذا يعني الحقيقة يحتاج جهود كبيرة حتى نحد من هذا المرض. صارت لجنة العليا برئاسة معالي السيد وزير الصحة، للجنة العليا للسيطرة على الحمى النسفية، وبها أعضاء من كل الوزارات المعنية، البيئة. نعم. الزراعة. نعم. الداخلية، و عدة مناقشات، وذكروا الزراعة طبعا أنه أكو حاجة إلى تخصيص أموال لدعم هذه الجهود. نعم. وبالفعل التقرير رفع إلى مجلس وزراء، وتم التصويت على تخصيص حدود 4 مليارات. نعم. مليار إلى وزارة الصحة، ثلاث مليارات، مليار إلى وزارة، ومليارين إلى وزارة الزراعة. نعم. للقيام ب هذه الفعاليات. نعم. وننتظر إن شاء الله على هاي الأيام تتجدد الفعاليات في وزارة الزراعة، وبل ربما يعني نتمنى أنه سيطرون على كثافة هذه الحشرة وتقل. طبعا هذا الجهد خلينا نقول الجهد الدولة وجهد القطاعات. نعم. احنا اكو هناك جهد على المواطن نفسه اكيد، يعني وعلى ايضا مالكين الحيوانات. نعم. وهو الالتزام بإجراءات وقائية بسيطة جدا. نعم. هي ممكن تقي الإنسان ها خطورة. نعم. هو لبس الكفوف أثناء التعامل مع اللحم، بعض النظارات التي تقي وصول قطرات الدم أثناء ما تقطع اللحم، خاصة القصابين. نعم. نفس رعاة البقر يستطيعون أيضا هم يقوموا بعمليات رش محدودة على حيواناتهم وعلى الحظائر الحيوانات لقتل هذه الحشرة. نعم. نتمنى يعني الأيام القادمة نشهد فعاليات كبيرة من قبل وزارة الزراعة. طبعا احنا أيضا وزارة الصحة ومن خلال قسم الأمراض قسم الأمراض الانتقالية، هناك شعبة اسمها شعبة أمراض حيوانية المنشأ،
وأيضا السيطرة على نواقل الأمراض، وهذه تقوم برش مبيدات أيضا فقط لدور المصابين. نعم. يعني أي مصاب يسجل إحنا فرقنا الصحية تروح إلى هذا الدار وترش، ربما أكو حشرات موجودة، هاي حشرة القرادة أيضا، هذه الجهود تحتاج أيضا دعم مالي، ولذلك هذه التخصيصات إن شاء الله تبوب على الفصول المهمة لدعم هذه النشاطات في الأيام القادمة إن شاء الله. دكتور، خلال الأيام القادمة نشهد إن شاء الله انخفاض بعدد الإصابات. أيضا لا ننسى قضية الإعلام وتوعية المواطنين كيفية التعامل مع هذه، مع هذا المرض، وكيفية التعامل مع اللحوم، والالتزام بكل الإجراءات الوقائية من خلالها يمنع حدوث هذا المرض. إصابة. نعم دكتور. دكتور خلينا نشوف هذا الفاصل ونرجع. متابعينا الكرام نشوف هذا الفاصل وراجعين وياكم إن شاء الله. أهلا بكم متابعينا مرة ثانية مع الدكتور رياض عبد الأمير الحلفي، مدير عام دائرة الصحة العامة. دكتور خلينا نتحدث شوية عن كورونا والمتحورات الجديدة اللي غزت العالم مرة ثانية الآن. نحب نسمع بعض المعلومات عن هذه المتحورات. الحقيقة هو مرض كورونا أصبح متوطنا بالعالم، يعني لا ينتهي، وخاصة هو متحور. لكن كل التحورات، أنواع السلالات الذي جاي تحدث الآن، أخف من السلالات بداية الدلتا والألفا، وهذه كانت سلالات قاسية بذاك الوقت، الآن أقل شدة. نعم، ممكن يكون اللقاح قلل من وطأة أو شدة هذه المحارات، بس هي كلها تحت الدراسات الحقيقة. قضية اللقاح، قضية أصلا الإصابة المجتمعية. الإصابة السابقة، الإصابة تعطي مناعة أقوى من مناعة اللقاح نفسه. ناتشرال إميونيتي أقوى من الإكوايرد إميونيتي. فالآن أكو متحور، طبعا احنا انتهينا بأوميكرون، آخر تحور هو أوميكرون الذي هو حالات خفيفة لكن طرق الانتقال تكون سريعة. الآن هذا المتحور الجديد EG5 وأكو أيضا BA2. عدة متحورات، تقريبا ثلاث متحورات الآن ظهرت بالعالم. لكن كلها الحقيقة الدراسات الآن والظواهر يعني من المشاهدة العلماء لا يوجد دليل بأنه تكون شديدة، كلها لا زالت خفيفة مثل أوميكرون تقريبا، لكن لا زالت انتقالهم سريع جدا. احنا بالعراق حاليا سجل، طبعا هو بالعالم بالامريكا وفي الدول الاوروبيه وفي الدول المحيطه في الكويت ولبنان ومصر. لكن بالعراق بصراحه لحد الان احنا ما نقدر نقول ما سجل، ما نعرف. احنا الان في جمع النماذج، وسنقوم بالايام القادمه ان شاء الله بفحص هذه النماذج من كل المحافظات، اخذنا عينه نريد نفحصها اذا موجود هذا المتحور ام لا. هو لا زال يعني مرض كورونا موجود ولن يختفي. يعني مثل الانفلونزا، الان الانفلونزا موجوده وتحورات تستمر طبعا. نسال الله انه تكون تحورات بسيطه، ما تكون تحورات شديده مثل البدايه. وتحتاج ايضا الانسان اذا كان في في اي مكان مزدحم تحتاج اتخاذ اجراء بسيط وهو لبس الكمام. يعني ولو احنا بالزياره الاربعينيه لم نشاهد احد، قليل جدا شفناهم من الوافدين من الخارج الى لابسين كمامات، بس قليل جدا. بس من الافضل انه واحد يلبس الكمام عندما يكون في تجمع وازدحام، خاصه اذا كان التجمع مسافه قليله بين شخص واخر، قريبه جدا يعني تقريبا متلاصقين. هذه يعني الافضل، وانه يتخذ يلبس يرتدي الكمام. إضافة لغسل اليدين أكيد إلى دور كبير في الوقاية من الفيروس. أكيد. وتعقيم اليدين بهذه المطهرات الموجودة لا يشكل الآن خطر الحقيقة. عدد الحالات لحد الآن عدد قليل بالقياس إلى العام، يعني العام الماضي والقبلة انخفض إلى أقل المعدلات، هذا المسجل عندنا. طبعا تدرين هذا لا يعكس عدد الحالات الحقيقية موجودة بالواقع، اي لانه كثير الان يصير عنده حالات خفيفة يجوز ما يراجع ولا يهتم بها. وبالفعل هو اذا عنده اصابة سابقة خاصة سيكون مقاومته بعد اكبر. فتكون اعراض خفيفة. فلذلك ما يراجعون، جاي يراجعون الان هم عندهم اعراض شديدة. وفيات ايضا قليلة جدا.
وعادة تكون الوفيات بذوي الأمراض المزمنة والأعمار الكبيرة. نعم دكتور. فالمعدلات انخفضت بشكل كبير في عام الحمد لله إن شاء الله، نتمنى الصحة والسلامة للجميع. دكتور موضوع آخر، موضوع الكوليرا أو الإسهال الوبائي، نحب نسمع بعض المعلومات أو واقع الحال الآن الصحي بهذا المرض. نعم، احنا طبعا ايضا مرض الكوليرا متوطن بالعراق. نعم. وللاسف ايضا هذا المرض من الامراض التي الوقايه مالته تتعلق بقطاعات اخرى. نعم. بجهود قطاعات اخرى. نعم. وهي نظافه المياه الشرب. نعم. وكل ما يعني تم السيطره على مياه الشرب والاساله الى الدور والشبكات، وكان هناك تصفيه وتحليه للمياه أكثر، كل ما قل خطورة ظهور هذا المرض. نعم. في كل سنة للأسف يبدأ بالشمال، والآن أيضا بدأ. نعم. بدأ في السليمانية وكركوك وبعدها ينتقل. الآن سجلت تقريبا 32 حالة احنا شخصناها كمختبر، ربما أكثر في السليمانية والسليمانية وكركوك. ديالة سجلنا حالة يمكن أو حالتين. نعم. وكرخ أيضا سجلنا حالتين إلى هذا المعدل الآن. نعم. قد تزداد في الأيام القادمة، تحتاج دور للمواطن في تصفية وتنظيف المياه بالطريقة، إما يكون مياه هو متأكد معتها. نعم. مياه معقمة وشرب، أو يقوم بتعقيمها خاصة. نعم. بالغليان. نعم. هاي أبسطه. وأيضا هناك طريقة الحبوب الكلور موجودة أيضا عندنا، وجاية تتوزع على المراكز الصحية تعطونها للمواطنين. نعم. أيضا هذه قدر يعقم بها الخزانات اللي عنده بالبيت. لكن الجهد الأكبر يقع على دوائر المياه الماء والمجاري في يعني حقيقة إصلاح البنى التحتية لمحطات تصفية المياه ومحطات الصرف الصحي. هذا يعتبر هو الجزء الأكبر للسيطرة على هذا المرض بالمستقبل. ولذا بقت محطات التصفية للمياه والصرف الصحي بهذا الوضع الذي علينا، ما أعتقد المشكلة ستختفي من العراق. فإن شاء الله هناك خطط، يعني إحنا باللجنة العليا للسيطرة على الكوليرا هناك خطط لدى البلدية، وزارة الأعمار والإسكان والبلديات، وأيضا خطط بقية أمانة بغداد. قد على السنوات المقبلة نرى آثارهم إن شاء الله. متابعينا الكرام خلونا نشوف هذا الفاصل وراجعين وياكم. أهلا بكم مرة ثانية متابعينا الكرام، معنا الدكتور رياض عبد الأمير الحلفي مدير عام دائرة الصحة العامة. دكتور نتحدث حول اللقاحات للأطفال. باعتبار قسم التحصين من الأقسام المهمة في دائرتكم، ما هي أهمية هاي اللقاحات وشون احنا نوجه متابعنا اليوم أنه يتلقى هاي اللقاح حتى يحمي أولاده من الأمراض الخطيرة؟ الحقيقة اللقاحات كما تعلمون هي خلصت العراق وخلصت العالم من كثير من الأمراض اللي كانت تفتك بالأطفال وتعوقهم، خاصة مرض شلل الأطفال، مرض الخناق، كثير من الأمراض التي انتهت. احنا عندنا اللقاحات بدأ من عام 1985 بدأ البرنامج، يمكن بعدة لقاحات الآن أكثر من 13 لقاح موجود بالجدول التلقيحي للطفل. يعني الحقيقة الجدول مستمر، نسب التغطية جيدة، أحيانا يصير بها انخفاض نتيجة مثلا كورونا، حدثت كورونا نتيجة الظروف السياسية النوبات والأمنية التي تأثر أحيانا على حركة الناس، أيضا تأثر على نسب التغطية. احنا نتلافاها بالحملات، القيام بحملات بدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، والحمد لله بهذه الحملات احنا حملتين سوينا العام، والسنة أيضا عندنا يمكن ربما حملة بنهاية العام، نستطيع أنه سوينا حملة أيضا بداية العام، وصلنا إلى مديات كبيرة بنسب اللقاح، وأشادت بذلك منظمة الصحة العالمية، أشادت بالعراق من البلدان التي حققت نسب ارتفاع باللقاحات أكثر من دول البقية، يعني المقارنة بين الأعوام. الحمد لله يعني اللقاحات أيضا متوفرة، لكن لا زال نريد أيضا من المواطن هو اللي يشارك، وهو
يذهب إلى المركز الصحي ولا يعتمد على الحملات، لأن الحملات الحقيقة ليست هي الأسلوب الأنجع في إيصال اللقاح للطفل. المفروض العائلة تأخذ الطفل إلى المؤسسة الصحية وتلقحها. هذه الحملات نخليها طارئة عندما تنخفض معدلات التغطية. نهيب يعني بالمواطنين والعوائل أنه جدول اللقاحات يتابعوا الطفل، ومراكزنا الصحية كلها أكثر من 2500 مركز صحي موجود، إحنا عدنا بيها اللقاحات متوفرة الحمد لله، كل اللقاحات متوفرة، وإن شاء الله نصل إلى أنه مديات من نسب التلقيحين ما نحتاج بعد حملات إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا كل الشكر والتقدير لحضرتك دكتور رياض، اليوم نورتنا بحلقة اليوم، وشكرا على هاي المعلومات القيمة هذا اليوم. شكرا جزيلا متابعينا الكرام، شكرا جزيلا للمتابعة، نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم. تقبلوا تحياتي، أنا الدكتورة نور محمد علي، وتحيات كادر البرنامج، إلى اللقاء.